بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، الإخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، شكر الله لكل من شرفني بالمشاركة في هذه القناة، وأدعو من يشاهد أن يشارك وأن يعني يسعدني بمتابعته لهذه القناة، وسأحرص على المفيد النافع فيها من الومضات الجميلة من خلال القراءة والثقافة والاطلاع وما من الله علي به من فهم ووعي وعلم يسير وثقافة متواضعة. أقول وبالله التوفيق، الإنسان في حياته يسعى ويجد ويجتهد ودائما يصبو إلى الدرجات العالية، وهذا أمر طيب، وهو مطالب في هذا السعي أن يراجع نفسه دائما وأن يحاسب نفسه دائما حتى يسير على الطريق القويم المستقيم الذي يعينه على الطاعة ويعينه على سعادة الدارين الدنيا والآخرة. ولذلك أمرنا الله عز وجل في سورة الحشر بأمر عظيم في كتابه الكريم، والآية واضحة جلية وبها أمر عظيم بالمحاسبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهنا دعوة إلى أن يحاسب كل واحد منا نفسه وينظر ما الذي قدمه للدار الباقية. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لم يقل سبحانه وتعالى ما قدمت للآن أو لهذه الدنيا، لأن هذه الدنيا فانية، طالت المدة أم قصرت لابد من تركها ولابد من العودة للدار الحقيقية التي هي دارنا بإذن الله عز وجل بعد منه وفضله ورحمته سبحانه وبحمده. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أمر عظيم واضح جلي بمحاسبة النفس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى خبير بكل ما نعمل، بكل ما نكن، بكل ما نصرح، بكل ما نضمر، بكل ما نفعل جهرة أو يعني سرا، جهرا أو سرا، علانية أو سرا، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من أعمالنا ومن أقوالنا ومن أفعالنا ومن أحوالنا. فحري بنا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن نوزن بأعمالنا. أدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والاتباع، وأن يرزقنا حسن التوبة والأوبة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيننا على محاسبة أنفسنا وعلى الاستعداد لهذا اليوم العظيم، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حفظكم الله ووفقكم ويسر لكم الخير أينما كنتم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. حياكم الله.